يسأل أخونا فيقول ما حكم الذي يصلي ولا يعتدل من القيام والركوع والسجود، وكذلك هو مسرع في القراءة، وما حكم الذي يوجه نظره إلى غير مكان سجوده، هل صلاته صحيحة أم ماذا؟ تونا جزاكم الله خيرا. أما الذي لا يعتدل في قيامه من الركوع ولا يعتدل في جلسة بين السيدتين ولا يطمئن، هذا صلاته غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قم فصلي فإنك لم تصلي، ثم جاء وسلم عليه مرة ثانية فقال قم فصلي فإنك لم تصلي، وكرر عليه حتى قال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أقوال الصلاة وأفعالها، في كل مرة يقول حتى تطمئن، حتى تطمئن قائمة، حتى تعتدل قائمة، حتى تطمئن جالسة، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، كرر صلى الله عليه وسلم الأمر بالطمأنينة، ومن هنا قال العلماء إن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فمن تركها إنها لا تصح صلاته، والذي ينقر الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر كنقر الغراب، وأخبر أن ذلك من صفات صلاة المنافق، قال عن المنافق إنه قال بئس صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فذكر أن المنافق يضيع الوقت ويضيع الطمأنينة في الصلاة ويضيع حضور قلبه فيها، هذا من صفات المنافقين نقر الصلاة، هو من صفات المنافقين. الله تعالى يقول وقوموا لله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والقنوت هو الثبوت على الطاعة، وتطويل القيام ما يدل على أن الصلاة مطلوب لها حضور القلب ومطلوب لها أيضا طمأنينة. الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين لهم عن صلاتهم ساهون، ومن السهو في الصلاة نقرها وعدم إتمام ركوعها وسجودها والطمأنينة فيها، الصلاة ليست مجرد صورة مجرد ركوع وسجود، ولكنها أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فيها حضور قلب، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع هو روح الصلاة، صلاة بلا خشوع كجسم بلا روح، هذا بالنسبة للطمأنينة. نعم. بالنسبة للسؤال الثاني نسأل عن السرعة في القراءة، كذلك السرعة في القراءة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذ القرآن كهذ الشعر، ونهى عن نثره كنثر الدقل، وأمر بترتيل القراءة وتحسينها، الله تعالى يقول لنبيه ورتل القرآن ترتيلا، قل سبحانه وتعالى ورتلناه ترتيلا، يعني يوديه أداء حسنا ويحسن صوته فيه ويقف عند رؤوس الآيات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رؤوس الآيات ويمد في محل المد، ويراعي أحكام التجويد مهما أمكنه ذلك، وأحكام القراءة من أجل أن يستفيد من كلام الله، من أجل أن يؤثر عليه كلام الله ويؤثر على سامعه. أما القراءة مع الهجرمة والهد فإنه لا تؤثر، ولا مع الإساءة إلى كلام الله عز وجل وعدم الاهتمام بإلقائه وأدائه على الوجه المطلوب. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير لو تكرمتم شيخ صالح، يسأل عن الذي يوجه نظره إلى غير مكان سجوده. المشروع في حق المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، لأن ذلك أجمع لقلبه وأبعد له عن المشوشات، فإذا نظر إلى موضع إلى غير موضع سجوده قد أساء، ولكن صلاته صحيحة، لكن يكره له هذا. جزاكم الله خيرا. من لم يعتدل، من يسرع في القراءة، يسأل عن حكم صلاة الشخص، صلاته صحيحة ولكنه أساء، إلا إذا أخل بقراءة الفاتحة، أيوة، لأن ترك شيئا من حروف سورة الفاتحة، يعني عملت معه السرعة إلى أن أسقط بعض الحروف من سورة الفاتحة، فإن صلاته غير صحيحة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يقرأها قراءة جيدة مقيما لحروفها وأحكام التلاوة على الوجه المطلوب، فلو أسقط حرفا من حروف الفاتحة لم تصح صلاته. جزاكم الله خيرا.